وعلى آله وصحبه أما بعد، أخذنا في مقدمة الرسالة بعض المسائل التي ذكرها المؤلف ابن أبي زيد رحمه الله تعالى من ذلك قوله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون. ما معنى الكنه يا إدريس؟ عمران، ما معنى الكنه؟ لا يبلغ كنه صفته الواصفون. محمد، عمر، الكنه ما معنى الكنه؟ الصفات معلومة معانيها، الكيفية والحقيقة، بمعنى كيفية الصفات لا يستطاع الوصول إلى معرفتها. أما معاني الصفات معلومة، لا بد من إثبات معاني الصفات، لكن كيفيتها الله أعلم بها. ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته. آيات الله يا محمد على قسمين. الله، آيات كونية وآيات شرعية. يعتبر المتفكرون بآياته، إذا تفكروا في الآيات الكونية في خلق السماء والأرض والجبال وغيرها. يا ولد دور ثاني، يتفكرون في الآيات الشرعية والكونية. ولا يحيط بأمره المتفكرون، طيب، قال: ولا يتفكرون في مائية ذاته، أي في حقيقة ذاته، لا يستطاع الوصول إليه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ما حقيقة الكرسي؟ عيسى، كرسي الرحمن عز وجل، ما المراد به؟ وسع كرسيه، ما هو الكرسي؟ مخلوق من مخلوقات الله، لكن ما هو؟ علي، لا، موضع قدمي الرحمن عز وجل. الكرسي موضع قدمي الرحمن عز وجل، فهذا الكرسي وسع السماوات والأرض، أي أن السماوات والأرض داخل هذا الكرسي كما ذكرنا في الحديث فيما مضى. طيب، السميع البصير، ما معنى السميع يا عبد الرحمن؟ السميع يسمع كل الأصوات. نعم، الذي يدرك جميع الأصوات. والبصير يا عبد الله؟ الذي يبصر جميع الأشياء. والعليم يا سالم؟ العليم، نعم، ذو علم، الذي يعلم كل شيء. هل يصح تفسير السميع، السمع والبصر بالعلم؟ لماذا؟ اختلافهم في المعنى أولا، خلاف ظاهر الحديث. السمع إدراك الصوت، والبصر إدراك المبصرات، الأشياء موجودات. والعلم لا يلزم منه السمع، فقد يعلم الإنسان من غير سمع ولا بصر. هل يمكن هذا؟ ممكن. مثال ذلك يا محمد؟ نعم، من هو أعمى؟ من لا يرى؟ الأعمى، نعم، الأعمى. الأعمى يعلم بوجود السماء والأرض، وجود كذا، وهو لا يراها. فلا يلزم من إثبات العلم إثبات السمع والبصر. قد أخطأ من فسر السمع والبصر بالعلم لهذا المعنى، وهو تأويل الأشاعرة لصفة السمع والبصر، فسروها بالعلم.
وأيضا مما يدل على بطلان هذا التأويل من يذكر دليلا؟ حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ إن الله كان سميعا أشار إلى أذنه، بصيرا أشار إلى عينه، أراد تأكيد إثبات صفة السمع والبصر. ولو كان يريد العلم لأشار إلى موضع العلم في القلب، لأشار إلى موضع العلم في القلب. ثم قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. ما معنى العرش عمر؟ السرير. الأصل أن معنى العرش في اللغة سرير الملك، وعرش الله عز وجل هو ذلك السرير الذي استوى عليه الرحمن عز وجل استواء يليق بجلاله، كما سيأتي الكلام على صفة الاستواء. قوله بذاته ردا على من يا عبد الرحمن؟ ردا على أبا بكر، على من نفى صفة العلو، علو الذات، قال بذاته. ومن قال إن العلو إنما هو مجاز وهو قول باطل، فليس في اللغة مجاز. قال وهو في كل مكان بعلمه. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله السماوات الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. قوله وهو في كل مكان بعلمه، علم الله عز وجل وسع كل شيء، وسع السماوات والأرض والجبال والبحار، وكل شيء وسعه علم الله تعالى، فلا تخفى عليه خافية. قال سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في هذه الآية إثبات عموم علم الله عز وجل، وأنه يحيط بكل شيء، لا يخرج شيء عن علم الله سبحانه وتعالى. قال وهو في كل مكان بعلمه. ومن نفى صفة العلم عن الله فهو كافر. ولهذا أجمع السلف على تكفير الفلاسفة، لأنهم أنكروا العلم وقالوا إن الله لا يعلم الجزئيات، مراد بذلك ما سوى الله، فكفرهم السلف بذلك. قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، إشارة إلى قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. خلق الإنسان أي الله ويعلم ما توسوس به نفسه، يعني أن الله سبحانه يعلم حديث النفس، ما يدور في نفس الإنسان وما يحدث به نفسه، يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية. حتى ما يحدث الإنسان به نفسه قبل أن يتكلم به إن كان قولا،
وقبل أن يفعله إن كان فعلا الله يعلمه، بل يعلمه عز وجل قبل أن يقع. وهذا مما يجب أن يؤمن به المسلم إيمانا جازما بدون شك، أن الله يعلم ذلك علما يقينيا سبحانه وتعالى، مع كمال علو الله عز وجل، فهو سبحانه فوق جميع خلقه يعلم ما يوسوس به الإنسان. أخوك الذي يجلس بجانبك لا يدري ماذا يدور في نفسك إلا إذا تكلمت به وهو بجانبك. الله عز وجل فوق جميع خلقه، فوق سماواته، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. فهذا يدل على كمال علم الله تعالى، وأنه لا تخفى عليه خافية، وهو علم كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، كما هو الشأن في علم الإنسان. الإنسان إذا تعلم علما كان قبل أن يتعلم جاهلا، وبعد أن تعلم قد ينسى، وعلمه قاصر محدود لا يعلم كل شيء. وأما علم الله عز وجل فلم يسبق بجهل، بل العلم صفة ذاتية، لم يزل الله ولا يزال عليما بكل شيء، وهو محيط بكل شيء ولا يلحقه نسيان لكمال علمه عز وجل. فلو قال قائل يلزم من إثبات العلم التشبيه، قلنا هذا كلام باطل. ومن ظن أن علم الله كعلم المخلوق فهو جاهل بالله عز وجل. أصل العلم معلوم، لكن إضافة العلم إلى الله ليس كإضافته إلى المخلوق كما هو معلوم. ثم قال وهو، أي الله عز وجل، أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو العرق الذي يتصل بالإنسان، الوريد هذا يسمى حبل الوريد، هذا العرق يسمى حبل الذي يجري معه الدم يسمى حبل الوريد. قال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا العرق. قوله وهو يعني الله عز وجل أقرب إليه، أي إلى الإنسان، من حبل الوريد، أي أقرب إلى الإنسان من هذا العرق. وهذا إشارة إلى الآية من سورة قاف، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا قول لبعض المفسرين، أنهم فسروا القرب في هذه الآية بأن المراد به قرب الله عز وجل. والقول الآخر في تفسير هذه الآية أن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المراد به من؟ الملائكة، قرب الملائكة من الإنسان. لو قال قائل أليس هذا تأويل الآية بغير ظاهرها؟ لماذا تأولتم هنا يا أهل السنة وأنتم لستم مؤولة؟ نقول لوجود الدليل، وهو ما جاء بعدها. قال عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ، ما معنى إذ؟ ظرف لما مضى من الزمان، يعني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد عندما يتلقى المتلقيان، ملك على اليمين وملك عن الشمال. فالمراد بالقرب هنا قرب الملائكة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وابن كثير في تفسيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه ابن القيم ليس في الكتاب والسنة تفسير القرب إلا ليس في الكتاب والسنة تفسير أو مجيء القرب بأنه بمعنى العلم العام، وإنما المراد بالقرب قرب خاص بمعنى الاستجابة والتوفيق والإعانة. العلم
أو المعية، الله عز وجل مع الناس كلهم بعلمه وإحاطته، واضح؟ يعلم كل شيء عز وجل علم عام. ومع المؤمن معية خاصة بالتوفيق والهداية والإعانة، إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين، أي معهم بتوفيقه وإعانته. أما القرب فلم يأتي على هذا التفصيل، إنما جاء بمعنى واحد وهو قرب إيش؟ قرب النصر، بمعنى النصر والتوفيق والإعانة، كذا قال شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. أما هذه الآية تحمل على هذا المعنى أيضا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله ونحن، الضمير يعود إلى الله عز وجل، والمراد به الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة مأمورة بأمر الله عز وجل، فأضاف الله فعل الملائكة إليه عز وجل لأن الله أمرهم، لأن الله أمرهم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عن الملائكة التي تقبض روح الميت: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والآية الثانية: ها، الله يتوفى الأنفس. كيف نجمع بين الآيتين؟ الله يتوفى الأنفس، وفي الآية الثانية يقول توفته رسلنا، يعني الملائكة التي أرسلهم الله لقبض الروح. قال المفسرون: توفته رسلنا، أي الملائكة، لأنهم حقيقة هم الذين يقبضون روح الميت. وقوله توفاه الله، لأن الله هو الذي قدر ذلك وأمر الملائكة بماذا؟ بقبض الروح. ومن ذلك أيضا قوله عز وجل في سورة القيامة: فإذا قرأناه إيش؟ فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه، أي فإذا قرأنا القرآن، فاتبع قرآنه، أي فاتبع القراءة. ومن الذي يقرأ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبريل، بدون أي شك. فإذا قرأناه، أي فإذا قرأه جبريل، فاتبع قراءة جبريل ولا تعجل، انتظر حتى يكمل جبريل القراءة ونحن نضمن لك حفظه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده. فانظر في الضمير: فإذا قرأناه، أضاف الله الضمير إليه سبحانه. لماذا؟ لأن جبريل مرسل من الله ومأمور بأمر الله، فيجوز إضافته إلى الله سبحانه. وهل هذا تأويل؟ نقول هذا تأويل بدليل. فإذا جاء دليل على التأويل، على صرف اللفظ عن الظاهر، نتأول. فإذا قرأناه، والقارئ هو جبريل، لماذا أضاف الله الضمير إلى نفسه؟ هل نقول هذا مجاز؟ لا، ليس بمجاز، بل هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، أن الضمير أحياناً يضاف إلى الفاعل نفسه الذي باشر الفعل. مثل إيش؟ توفته رسلنا. من الذي يقبض الروح؟ الملائكة. وأحياناً يضاف الضمير إلى من؟ إلى الآمر، وهو الله عز وجل. واضح؟ واضح هذا؟ بنى الأمير قصراً. هل الأمير هو الذي باشر بناء القصر بيده؟ لا، ولكنه هو الذي أمر ببناء القصر، وهو الذي أنفق المال على بناء القصر. واضح المعنى؟ إذن في لغة العرب التي نزل بها القرآن ونطق بها النبي عليه الصلاة والسلام، يضاف الفعل إلى الفاعل، إلى المباشر الذي باشر الفعل، ويضاف أحياناً إلى الآمر الذي أمر بالفعل. فانظر في هذه الآية: وهو، أي الله، على كلام الشيخ أقرب إليه من حبل الوريد. الصواب أن هذا قرب الملائكة بدلالة الآية التي بعدها: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. لماذا تتأولون؟ الجواب: لأن هذا سياق الآية ليس بتأويل، هو الظاهر، لأن الله قال إذ
إذن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أراد الله الملائكة بدليل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ هل فيه إشكال يا أبا موسى؟ واضح؟ قال الشيخ رحمه الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها كما في الآية السابقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أي إلا مكتوب في اللوح المحفوظ. سيأتي الكلام على هذا أكثر إن شاء الله عندما نتكلم على الإيمان بالقدر. قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى، تقدم معنى العرش وأنه السرير العظيم الذي هو أكبر المخلوقات وأعظمها وأرفعها، وأن الله عز وجل استوى عليه. على العرش استوى، ما معنى استوى؟ نرجع في تفسير الاستواء إلى اللغة العربية التي جاء بها القرآن ونطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام، سنجد أن معنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، أربع معاني في لغة العرب يفسر بها معنى استوى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر قول السلف في معنى الاستواء، قال فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعاني وهي ارتفع، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أربع علامات قال فلهم، الضمير يعود إلى السلف فهو ينقل هذا عن السلف ابن القيم رحمه الله وهو إمام مستقرئ متتبع لأقوال السلف أنهم فسروا الاستواء بهذه المعاني الأربع: على، ارتفع، صعد، استقر سبحانه وتعالى، لكنه علو وصعود واستقرار وارتفاع ليس كالمخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لماذا يستوي المخلوق ويرتفع على السرير؟ من أجل أن يرتاح وينام، ومن أجل حاجته إلى هذا السرير. أما الله عز وجل فلا بد من تنزيهه ونفي هذا المعنى الناقص في حقه عز وجل، فهو استوى على العرش وليس هو بحاجة إلى العرش، بل العرش بحاجة إلى الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن يعني ما أمسكهما من أحد من بعده لا أحد، فهو الذي يمسك المخلوقات كلها السماء والأرض والعرش وغيره. فاستواء الله على العرش لا لأنه بحاجة إلى العرش، بل العرش مخلوق محتاج إلى الله عز وجل، ولولا الله ما وجد العرش. إذن نثبت صفة الاستواء كما أثبتها الله لنفسه، والله أعلم بنفسه من غيره. الله يقول الرحمن على العرش استوى، آمنا بالله الذي استوى على العرش، لأن الله أخبر بهذا عن نفسه، فلا يجوز أن نقول إن الله لم يستوي على العرش وقد أخبر بهذا عن نفسه. وننفي إيش؟ التشبيه والتمثيل، استوى على العرش وهو في ذلك لا يشبه استواء المخلوق كغيرها من الصفات، وليس هو بحاجة إلى العرش كما يحتاج المخلوق إلى السرير ليستوي عليه. نعم.
وقد ثبتت صفة الاستواء بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فكهذه الآية، قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وقال عز وجل: ثم استوى على العرش. وردت هذه الآية في 6 مواضع من القرآن: ثم استوى على العرش. إذن نثبت هذه الصفة لأن الله أثبتها في كتابه، وأثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب: فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وثبت إجماع السلف كما نقل ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وإمام الأئمة ابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم على إثبات الاستواء لله كما أثبته الله تعالى لنفسه. بماذا فسر هذا أهل التعطيل من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم؟ قالوا: الاستواء بمعنى إيش؟ الاستيلاء. استوى بمعنى استولى، زادوا اللام. وهذا التفسير لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب، تفسير استوى باستولى أبدا، فهو تفسير حادث لا دليل عليه. استولى بمعنى سيطر وتغلب، تقول: استولى الملك على هذه البلاد، أي سيطر عليها وحكمها. وهذا يفيد أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد إيش؟ أنه قبل ذلك لم يكن تحت ملكه. استولى الملك على هذه الأرض، قبل ذلك لم تكن داخل ملكه، ثم استولى عليها. واضح؟ فإذا قلنا إن استوى بمعنى استولى، يلزم من هذا أن الله قبل أن يستوي على العرش لم يكن العرش تحت ملك الله، وإنما كان في ملك غيره. هذا باطل. فلهذا قال الشيخ: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. ما معنى احتوى؟ استولى وسيطر وتغلب، يعني أن الله يملك الملك كله. فكأن الشيخ يشير إلى إبطال قول من فسر الاستواء بالاستيلاء، فالاستواء شيء والاستيلاء شيء آخر. استولى الله على العرش وعلى جميع المخلوقات، يملكها عز وجل ملكا تاما، على أن لفظ استولى لا يليق، لا يجوز وصف الله به، لأن إذا قلنا استولى كان قبل ذلك ليس في ملكه ثم استولى عليه، أو كأن أحداً غير الله ينازع الله في ملك السماوات والأرض، وهذا معنى باطل. واضح هذا الكلام؟ طيب، استدلوا على ذلك بكلام ليس عليه دليل، بقول لبيد: بشر قد استوى على العراق من غير سيف ودم مهراق. قالوا: بشر قد استوى يعني استولى. نقول: نعم، بشر استولى على العراق، لأن العراق لم تكن في ملكه ثم دخلت في ملكه. أما الله عز وجل فلا يجوز إطلاق هذا في حقه، على أن هذا البيت ليس بعربي فصيح ولا يجوز أن يفسر به القرآن، بل هو قول رجل نصراني منحرف في صفة الكلام. فكيف يكون كلام النصراني حجة على إجماع السلف وعلى اللغة التي نزل بها القرآن؟ هذا قول باطل. قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد ذكر ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق، أو كما في مختصر الصواعق، ذكر 42 دليلاً على بطلان قول من فسر الاستواء بالاستيلاء. ذكر 42 دليلاً على بطلان قول من فسر الاستواء بالاستيلاء. ثم قال رحمه الله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى، تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ يفيد الحصر، لأن أصل التركيب الأسماء الحسنى له سبحانه، فقدم الجار والمجرور المعمول لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ لفائدة الحصر،
يعني ليست الأسماء الحسنى إلا لله عز وجل. وما معنى كون أسماء الله حسنى؟ تقدم هذا. من يجيب؟ نعم، أنها تتضمن صفات. أقول أسماء الله حسنى لأنها تتضمن صفات، وهي تتضمن من الصفات أكملها وأحسنها. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والصفات العلى لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، أي التي بلغت في العلى أو في العلو أحسنه وكماله. فإذا كان الإنسان مثلا متصفا ببعض صفات الكمال، هذا عالم متصف بالعلم، فهو أكمل من ذاك الجاهل. نقول نعم، هذا عالم متصف بصفة العلم، لكن العلم الثابت لله أكمل وأعظم وأوسع من هذا العلم الذي اتصف المخلوق به، فله من كل صفة أعلى معناها، أعلى معنى لها وأكمله وأوسعه سبحانه وتعالى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. هذه مسألة يتكلم عليها العلماء: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، يعني أن الله متصف بجميع صفاته، لم يزل ولا يزال، لم يزل في الماضي ولا يزال مستقبلا عز وجل، وهو متصف بهذه الصفات، فهو يتكلم ويعلم ويسمع ويبصر. وجميع الصفات التي أثبتها نفسه لم يزل الله متصفا بها منذ الأزل. لا يمكن أن كان يوما أو زمنا ماضيا والله عز وجل غير متصف بهذه الصفات أبدا، بل صفاته ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء كذاته عز وجل. وهذا المراد بذلك إيش؟ جنس هذه الصفات. أما أفرادها فهو متجدد وحادث. ما معنى هذا الكلام؟ العلماء يقولون صفات الله عز وجل الفعلية جنسها قديم وأفرادها متجدد، بمعنى أن أصل الصفة لم يزل الله تعالى متصفاً بها. مثال ذلك صفة الكلام، الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلماً، لا يمكن أن مر زمن في الماضي والله تعالى غير متكلم أبداً، فلم يزل بجميع صفاته وأسمائه. لكن أفراد الكلام، كلم موسى تكليما، كلم محمداً عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، وكلم غيره من الأنبياء والملائكة، أفراد هذا الكلام متجدد، يحدث إيش؟ متى شاء الله عز وجل أن يتكلم تكلم، يكلم المؤمنين يوم القيامة ويكلمونه سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في القرآن والسنة وإجماع السلف. إذن قول الشيخ رحمه الله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، المعنى إيش؟ المعنى أن الله متصف بهذه الصفات منذ الأزل، فالصفات لم يأتي أن مر زمن والله تعالى معطل عن هذه الصفات كما يقوله بعض أهل البدع من المتكلمة وغيرهم، حتى شبهوا الله بالطفل، قالوا كان الله لم يتكلم ثم تكلم، كان الله ليس كذا ثم حصل له كذا، وهذا القول باطل. وأما السلف وأهل السنة فإنهم يثبتون هذه الصفات لله عز وجل ويقولون إن الله لم يزل ولا يزال متصفاً بها سبحانه وتعالى. أما أفرادها، أفراد الصفات، فإنه بحسب مشيئة الله تعالى وحكمته، أي الصفات الفعلية. ذلك أن صفات الله على قسمين: ذاتية وفعلية. ما معنى الذاتية يا محمد؟ الصفات الذاتية، ما معنى الذاتية؟ يعني أنها لا تنفك عن الله، ملازمة للذات. صفة العلم
صفة العلو، صفات ذاتية. والفعلية يا أبا بكر المتعلقة بالفعل، ذكرنا هذا أم لا؟ ما ذكرنا. طيب، صفات الله عز وجل على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم تنفك عن الذات، يعني أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عن الله أبدا، كصفة العلم والسمع والبصر والعلو. والقسم الثاني صفات فعلية، وهي التي يفعلها الله عز وجل متى شاء، لم يزل متصفا. أصل الصفات الفعلية الله متصفا بها، جنسها وأصلها هذا الله متصفا به منذ الأزل، لكن أفراد هذه الصفة إيش؟ متعلق بالمشيئة. فهو سبحانه مثل صفة الكلام، صفة النزول، صفة المجيء، صفة الخلق وغير ذلك، صفة الإحياء والإماتة، هذا يفعله الله عز وجل متى شاء إذا شاء. فمتى شاء أن يتكلم تكلم، هو عز وجل متصف بالكلام منذ الأزل، لكن أفراد هذا الكلام متعلق بمشيئة الله. وهكذا صفة الخلق، يخلق ما يشاء متى شاء عز وجل، يحيي ويميت، يعز ويذل إلى آخره. قال تعالى الله أن تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. تعالى الله يعني ينزه الله عز وجل، وينفي عن الله تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، وهذا القول قول باطل. وأهل السنة يقولون إن الله عز وجل خالق وصفاته تابعة لذاته عز وجل فليست المخلوقة. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، الكلام على الصفات كالكلام على الذات، كما أن ذات الله عز وجل ذات خالقة لم يزل ولا يزال عز وجل، كذلك صفاته سبحانه غير مخلوقة. وإنما يقول هذا أهل الباطل بعض المبتدعة، فيثبتون أن بعض صفات الله تعالى مخلوقة كما سيأتي. أما أهل السنة فيقولون لا، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك لله صفات لا تشبه الذوات. وكما أن الله خالق وما سواه مخلوق، فكذلك صفاته عز وجل تتبعه، فهي ليست بمخلوقة. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. الأسم محدثة بمعنى مخلوقة، حدث يعني بعد أن لم يكن، فليست أسماء الله كذلك. أسماء الله تدل على الصفات، فلم يزل ولا يزال الله عز وجل متسميا بهذه الأسماء التي سمى بها نفسه، والتي تدل على إثبات صفات عظيمة ليس لله مثيل فيها. واضح هذا؟ هل في هذا إشكال؟ طيب نقف عند هذه العبارة. نعم.